عن حكم المسح على الجورب إذا كان تحت الكعبين؟ يعني في المسألة قولان يعني لبعض أهل العلم. الأئمة الأربعة يرون بأنه لا يعني يجب أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرد، وهذا في الغالب أنه يكون تحت الكعبين التي يجب غسلهم، وهذا هو الأحوط. وهناك قول آخر بأن العبرة هي الجورب، والمقصود هو المقصود في هذا هو رفع الحرج من النزع. ولهذا قالوا بأنه أجيز المسح على العمامة، وأجيز المسح على النعلين، وفيه نوع من الانكشاف، وهذا قد ثبت في حديث ذكرها جمال الدين القاسمي في كتابه المسح على الخفين، وصحها جمع من العلماء. وهذا القول له قوته، ولكن الأولى هو الأخذ بقول الأئمة الأربعة في هذا، والله أعلم.